هاي، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير كده وكلكم تكونوا كويسين. إيه النهاردة هكلمكم تاني على موضوع الأحلام المزعجة والكوابيس. ناس كتيرة جدا جدا اتكلمت معايا وطلبت مني ان انا اقول تاني، بس بنقط مختصرة، علشان مختصرة شوية، لان هم دخلوا زي ما يكون تاهوا شوية، لان ما حضروش او اللايف ما كانش ظاهر معاهم. فلما جه اللايف، لما جه يخشوا لقوا نفسهم تايهين في حاجات كتيرة جدا. فهم عايزيني أركز بس في ايه الحاجات اللي هي يعني ايه أسباب الكوابيس وازاي نعالجها وايه تفسيرها. فأنا أول حاجة دلوقتي أنا هقول لكم ليه الناس أساسا بتحس بإن هي عندها كوابيس، بيجيلها حاجات كده مرعبة جدا. الحاجات دي كلها بتيجي، يعني هو العقل الباطن هنا على مدار اليوم كله بيبقى شاغل حاجات كتيرة قوي قوي في دماغه، بيبقى في حاجة يعني مشاكل، في أكل كتير، في حاجات كتيرة جدا شاغلة باله جدا جدا. فدي بتبقى فاضلة معاه لفترة طويلة جدا قبل النوم على طول. فإحنا عشان خاطر موضوع الأحلام والكوابيس دي ما تجيناش تاني وربنا يتوب علينا منها، هنقول أساسا ننظم يومنا إزاي. بس إيه أساسا يعني إيه أحلام مزعجة؟ يعني ايه كوابيس؟ دلوقتي لما انت اول ما بتيجي تخش في النوم بتلاقي عينك، اول ما بتغمض عينك كده بتلاقي حركة النني راحة جاية راحة جاية بسرعة رهيبة، بتحس كأن حد بيسحب روحك كده. في الحالة دي المخ هنا والدماغ بيدوا اشارات لكل الجسم، للعين، ان العين هنا بتبقى يعني بتشوف، شوف يعني بتخليها تفرز اللي شافته على مدار اليوم، اللي هي الحاله المزعجه اللي داخله بيها. وبرضك هقول لكم ايه سبب الحاجات المزعجه دي اللي هي بتدخل بيها. فالعين بتبقى فيها الحركه دي، هي بتقعد تدور كده وكده نتيجه اشارات الدماغ، بس مع شلل تام للجسم، مع تنميل كامل للرجلين، يعني كل ده ما تقدرش تتحرك بيه بالمره. كل ده يعني انت بتبقى حاسس ان انت في حاجه في كابوس، مش قادر تتحرك، مش قادر تعمل حاجه. ساعات العقل الباطن بيروح طالب منك ان انت تعمل اي حركه، صوت، صريخ، حاجه، عشان تطلب مساعده من حد جنبك، حد حواليك، ان هو يقدر ان هو ينقذك. دي ايه هي الاحلام المزعجه بتيجي ازاي، طريقتها ازاي، بتتفرز ازاي، وانت بتيجي بتقوم منها مخضوض جامد. لما بتيجي تجري مخضوض منها، هو دي بتكون مثلا يعني بتقوم تلاقي نفسك يا نايم على وشك، وده اكبر غلط في وضع النوم. النوم اللي على الوش، النوم اللي على الظهر، الوضع اللي على الجانب الايسر، لازم الوضع الوحيد اللي تبدا بيه نومك انك تنام على جنبك اليمين. ده دي اول حاجه، ان انت تنام على جنبك اليمين. تاني حاجه عشان ما يجيلكش احلام مزعجه بردك، ما تاكلش الوقت متاخر جدا، يعني اخر حاجه الساعه 7، بعديها ما تاكلش تاني. لو جعت يا زبدايه يا اي حاجه، انا الكلام ده قلت بس انا انتوا عايزيني اعيده باختصار. يبقى دلوقتي ما تاكلش بعد الساعه 7، يا ريت اساسا من بعد 7 خش كده، يعني اطلع بقى كده، اطلع من كل دوت، اغسل كل جسمك، همومك اللي شفتها على مدار اليوم، واقعد اتفرج كده على حاجة ريلاكس كده، حاجة حلوة، انت ومراتك والولاد، انت لوحدك. بس طبعا مش تتفرج على فيلم رعب وتروح نايم، لا، احنا بنقول حاجة كده هادية، وطبعا بحاجة كده بسيطة، يعني كل واحد تبقى في ايده كوباية عصير، معرفش ايه، كل ده هينعكس على اللي هتشوفه اساسا في الحلم بالليل. دي حاجة. الحاجة التانية كمان، لما انت بتكوني خايفة قوي، خايفة جدا، قبل ما اخش في سبب برضك الاسباب، انا عايزة الاول احنا ناخد الحاجات اللي ممكن تمنع عنك الكوابيس او تمنع عنك. العب رياضة، العبي رياضة، العبي اكسرسايز، دي بتطلع حاجة منك، بتطلع كل الكبت، بتطلع كل الحاجات، المود اللي مش كويس، بيخليكي في عالم تانية خالص. يعني اقعدي كده، لازم تطلعي، دوري على نفسك كده، تطلعي بأي حاجه من كل الحاجات ديت.
دوت اللي هيخليك ما يجيلكش الاحلام المزعجه بالليل. في نقطه انا مش عارفه، انا مش قادره استوعبها ومش قادره ابلعها، سمعتها للاسف يعني من دكتوره على النت. انا مش عايزه ان انا اطلع يعني اذم في حد، لا لا، بس يعني هي دي النقطه طبعا وليها كل التكريم عندي، لكن هي قالت حاجه غريبه انا مش مقتنعه بيها. انا معاها في حاجه، بتقول لك عشان تنام نوم مرتاح ما تخليش في اوضتك الموبايل. الموبايل ده طبعا من رابع المستحيلات تنام وموبايل معاك في الاوضه. يعني الدكتور يقول لك اهم حاجه ما تبقاش في اوضه فيها اي موجات، اي اشعاعات، اي حاجات من دي. دي تمام 100%، لكن ما تناميش في اوضه فيها ميه، ما تحطيش كوبايه ميه جنبك علشان لما تنامي بالليل تتخيلي ان انت بتاخدي دواء والميه دي بتاعت الدواء بيوديكي ان انت مريضه فيجيلك كابوس. يعني دي انا معلش النقطه دي معلش انا بس مش بلعاها قوي. الميه دي مهمه جدا، ده في ناس لا قدر الله بتجيلها شرقه وهي نايمه تقوم تجري على حد يديها نقطه ميه. طب الميه جنبك، ليه ما احطش ميه؟ عشان الميه هتاخدني للحاله ان انا باخد علاج بالليل او باخد علاج وافهم وانا نايمه ان انا مريضه. لا لا معلش معلش النقطه دي لا. الميه خلي جنبك كوبايه ميه على الكومودينو وانت نايم، دي مهمه جدا. دي حاجه اي حد بيعوز ميه، ريقك ناشف بلاش كل دوت، ليه تقوم في عز الساعه من تحت اللحاف وتروح؟ كوبايه ميه جنبك دي ما فيهاش اي مشكله خالص. فمعيش يعني انا ما قصدتش صدقيني انا اقول حاجه عليكي، بس يعني دي نقطه عشان الناس ما تاخدش كلامك. يعني يعني انا مش شايفه ان في حاجه، ما يعني حتى مش حرام ولا حاجه ان كوبايه ميه تبقى جنبك على الكومودينو. الاحلام دانيا اللي هي الكوابيس تاني، ازاي تعالجيها بالنهار؟ زي ما انا بردك قلت قبل كده في اللايف، انت بيجيلك كابوس على حد غالي عليكي جدا، بنتك ابنك، بتشوفيه بيجرى له حاجه في الحلم وانت مش عارفه تعملي ايه، مش عارفه تنقذيه ازاي. وده بيجي نتيجه ما انت عقلك هنا يعني مرعوبه عليه في الحقيقه، مرعوبه عليها. مثلا دي بنت ممكن يجرى لها حاجه، ممكن تكون مخبيه عليها حاجه. هقول لك حاجه، ممكن تحلمي بلاش كل دوت، ممكن تحلمي عن نفسك ان انت بتموتي، بتتخنقي، بتقومي تجري مرعوبه مش عارفه تعملي ايه. بتدوري مثلا يعني مثلا الموت، تقولي لا انا لسه مش مستعده للموت، انا لسه في ولادي محتاجيني، انا مش عارفه ايه. ده كل دوت دي بتبقى كوابيس بس مش اكتر من كده. بالعكس انت ممكن لو حلمتي انك تموتي ممكن يكون عمرك طويل في الحياه. فهو بس علشان خاطر بردك مش عايز وزيد، عشان خاطر بس انتوا عايزين النقط تكون مركزه في الحاجات ديت. حاولي تحطي للكابوس اللي بيجيلك كل شويه وعمال يتكرر معاكي وكل يعني كل اسبوع تحلمي بيه على مدار سنين، حطي له نهايه سعيده، حطي له نهايه سعيده. بتحلمي انك بتغرقي، اتاكدي في الحلم قبل ما تنامي ان حد جه انقذك وطلعك، قطر جه هيخبطك لا قدر الله، اتاكدي ان حطي ان حد جه ومسكك كده ومعرفش ايه. حطي نهايه سعيده، حطي نهايه زي نهايه الافلام العربي، هتنامي ومتاكده ان الكابوس ده حتى لو جالك خلاص هيطلع بال ان دي نهايته سعيده، اكيد حد هيجي ينقذك. فدي اساسا اللي انا بس دي النقاط اللي انا مش عايزه اطول عليكم فيها، ودي هتمنع عنكم الكوابيس، وصدقوني مش هيجي لكم كوابيس تانية ابدا ابدا. وتفاسير الاحلام التانية انا هقولها لكم في فيديو تاني، بس علشان انا حبيت بس اختصر معاكم ايه سبب الكوابيس، ايه علاجها، وتخلي بالكم على نفسكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، وربنا معاكم، وباي باي.